صيف صيف وخصو البركيني. غادي نبدا معكم اول موديل اللي هو هذا. شوفوا لي الزاز كيفاش كيجي الظهر ديالو. اللوينات اللي هما يا سلام اللوينات اللي هما صيفيين. بالنسبه لي كان كيعاني من المشكل ديال ان المايو كيبقى يطلع ليه، فهذا فيه واحد الخيط هنايا وهذه شفتوا كتربطيها باش كومسا ما كيطلعش ليك المايو. هانتوما كاينه في السروال هاد اللعيبه وهنا الخيط وكتربطيهم فالمايو ما كيبقاش يطلع ليك. بالنسبه للمايو راه ماشي كولون، راه سروال. شفتوا كيفاش كيجي وليدي دات كيجيو مجموعين باش كذا ما كيتبعوليش الدراري. غادي ناخذ راحتي نوريكم السوتييمات حتى هما كاينين باش ملي كتفزقي ما كيبقاش يبان لك الصدر ديالك. شفتوا كيفاش راه فيه بحال برنجة صغيره فما كيبانش لك الصدر ديالك كيف ما قلت لكم. وفيه حتى هاد اللايفيه كنديره الموديل صراحه عجبني فاش كنديره. سينو راه كاينين البنات اللي ما دايرينش الحجاب كيلبسوا البيركينيه يعني تقدروا ديروه كلايفيه بوحديتو. ومن هذيك الموديل كنديرها بحال هكا صراحه وجهها زوين. المهم انا ما بقاش نقاد حيت عندي بزاف من الدار. المهم هادو هما القطع اللي كيجيو فيه. لي طاي هما قياسات اوروبيين الا لاحظتوا نفس الشيفات ديالي راه طايحين عليا. يعني كل لبست الاس غيجيني هنا لابسه الميديوم، مي حتى السمول راه يجيني. لي طاي من السمول حتى الاكس حتى ال 3 اكس ال، يعني المقاسات من الكبير حتى الصغير. وبالنسبه للثمن فهو 750 درهم. وقلت لكم البيركيني راه امبيرميابل بحال اللي عجبكم العام اللي فات، يعني ما كيفزقش وملي كيطيح عليه الماء كيتلاح بحال هكا. دونك نمشي معكم موديلات اخرين. نكمل معكم في البيركيني وهذا الموديل الثاني. هذا بحال الاول تا هو في نايفيا. جو سابو صوت نايفيا مقاده ولا لا حيت كنت كنصور به باش نقدر نصور لكم في يوتيوب وفي كل شيء. دونك الموديل الثاني تا هو نفس القياسات كلهم تلقاوهم من السمول حتى ل 3 اكس ال. فالمقاس اللي هو اوروبي اللي ما بغاش النايفيا راه كيحيدها. شو كيفاش فيها الفولار ديالها، فيها الفولار ديالها بحال هكا. وحتى هاد حتى الموديل هذا حتى هو فيه سوتيمات ديالو على اساس ما يبقاش يبانوا لكم لي سان ديالكم الا قاسكم الماء. وجينيرالمون كما قلت لكم هادو راهم امبيرميابل فاش كيتقاس الماء كيطير وما كيبقاش شاد لكم الماء في الحوايج ديالكم ولا في البركيني ديالكم. الوان البهجه سوى السرور. شوف لي البين الثاني كيفاش داير الظهر ديالو هكا كيجي. عطيوني رايكم الزرق اولا الاخضر هاد الفير بيستاش. اول مره كنلبس الفير بيستاش ما عمرني ما لبست هاد اللون. شوفوا لي الزاز حتى هذا نفس الحاجه بيركيني اللي امبيرميابل كيجي عليه الماء وكيتلاح. بالنسبه لي طاي هما من السمول حتى ل 3 اكس لارج مقاسات لي هما اوروبيين. بالنسبه للثمن ديالو فهو 650 درهم. كيجي بالزيف ديالو اللي هكا كيغطي العنق وكيجي حتى بالبوني حيت كاينين اللي ماهم حجابينش ولكن كيبغيو يديروا البوني في الصيف باش ما يتحرقش لهم شعرهم. ليديدات كيجيو مجموعين ما ماشي كيدخل لك الماء كيولي هز لك بيركيني وكلشي عريان. بالنسبه للسروال راه البنطالون ماشي كولور. وفي هذا باش ما هاد السير اللي هنايا وهاد التقيبه اللي في السروال كتدخليها هنايا باش ما كيبقاش يتلاح لك مع الموجات يتعلى وداكشي. دونك هذا مكان وكاين الزيف وكاين البون كما قلت لكم. وفيه حتى السوتيمات ديالو. بالنسبه للثمن ديالو فهو 650 درهم. ما عرفتش واش قلتها لكم ولا قول لي شنو رايكم في البركيني. نختم لكم بهذا البيركيني اللي حتى هو القطاع ديالو كيتكون من هاد السوتيمات اللي ما تيخليوش كما قلت لكم حتى شي حاجه تبان فيهم بحال هكا فيهم بحال البونجا. دونك ما تيبانش لكم الصدر ديالكم من البيركيني. فيه الزيف ديالو وفيه حتى البوني بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش يديروا الزيف. كاينين بزاف د البنات كما قلت لكم ما محجبينش وكيبغيو يغطوا شعرهم على الشمس اولا المهم بزاف د الاسباب. دونك راه كاين البوني وكاين الزيف بجوج كاينين. وشوفوا لي اللوينات يا سلام. شوفوا لي الظهر ديال هذا راه زرق ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا. طبعا في هاد الخيوط اللي كيتربطوا مع السروال من هنايا باش ما كيطلعش لكم في البحر. وهذا مكان بالنسبه لي طاي ديالو فهما من سمول حتى ل 3 اكس لارج قياسات لهما اوروبيه مضبوطه. وبالنسبه للثمن ديالو فهو 750 درهم. دونك حتى لهنا كيسالي الموديلات ديال لي بيركيني ونشوفكم فيديوهات جايه. السلام عليكم باي.